أكثر وضعية الجسور بمدينة الموصل حاليا خارجة عن الخدمة. للأسف كل الشركات اللي تشتغل بالموصل أو أكثريتها، حتى لا نتعدى على الكل، أكثريتها فساد في سرقة. إذا تلاحظ هسه جسور مالتنا خارجين عن الخدمة، فقط جسر القديم والخامس هسه يا دوب إذا تلحق تصل ساعة لو لا. هذا أولا يجي الفساد هو من إهمال الحكومة العراقية لمحافظة نينوى، وثانيا إحنا جايبين شركات تعمر مدينة الموصل. أصلا هو الإعمار ما يطول سنة زمان ويرجع يتخرب نفس ما هذه، ونرجع نصرف أموالنا مرة ثانية، وهاي مين كلها من كيد المواطن وفلوسنا إحنا، فلوس النفط مالتنا. أخويا سعد نادى جسر الرابع، جسر سايد واحد وحديد، والجسر تصعد فوقه بالسيارة، إذا يقف السايد الجسر عبارة كأنه مهديدية ساير. هاي أول شيء، هذا 90% ما تسوي له جسر الراخ، هذا الجسر راح يقع. جسر الحرية كثة يبر ما طالع عن الخدمة، جسر النصر يوميا طالع عن الخدمة، الجسور العائمة مثل سنحاريب وما قالت دايسة كلها من جوا، جسر كلها متضربة، ماكو مال بالموصل 100% بالنسبة للجسورات والطرقات. احنا ناشد الوزير ووزير الاسكان ووزير الطرقات، بس روقت يسوي لنا صورة حل. السالب وتاكسي 90% 80% يأثر على شغلي بسبب كل الجسورات والطرق. ناشد الحكومة بجسر الرابع من قديم يسوي لنا اياه، ما يسوي لنا اياه حديد، يسوي لنا اياه صبة كونكريت شارع عام. فاحنا ناشد الحكومة، أول شيء حكومة بغداد وبعدين الحكومة المحلية يسوون يعني حل الموصل. يعني الموصل تعبت من داعش وتدمرت، والنوب هسه على الجسور هذه قبل كم يوم شفتوا صارت هاي الكارثه مع العباره، وهسه على الجسور هاي تعبانه. يعني هذا البارحه الجسر الرابع قالوا يعني تسوون عليه صيانه، وجسرين ومدينه كبيره يعني. فاحنا ناشد الحكومه، اول شيء حكومه بغداد هي عندها الحل، اريد حكومه بغداد هي الحل بيدها.